شد الدراري، واخيرا غنرجعوا اللوحو في الفيسبوك، وغنرجعوا اللوحو فيديوهات ديالنا في الفيسبوك. المتابعين ديالي القدام راه عارفين المشكل اللي كان وقع ليا في الفيسبوك، علاش ما بقيتش كنلوح في الفيسبوك، وعلاش وليت مركز غير على اليوتيوب وعلى انستغرام والفيسبوك، ما بقيتش كنلوح فيه. الدراري القدام راه عارفين المشكل اللي وقع ليا. وبالنسبه لهاد لا فيديو علاش درتو، باش نوضح لكم بالنسبه للدراري اللي عندهم صفحات، وبالنسبه للدراري اللي وقع لهم نفس المشكل اللي عندي، جبت لكم الحل. والحل ديال هذا المشكل بالمره، نهائيا الحل ديال هذا المشكل غادي تعرفوا بالمره، وغادي تخوي راسك. يعني من غتعرف هذا الحل غادي تخوي راسك. اول حاجه الدراري، انا كنت كنلوح في الفيسبوك، كنت كنلوح فيديوهات ديالي في الفيسبوك، كان التفاعل عندي مزيان، كل شيء كان عندي مزيان، كنت بخير خدام في الفيسبوك. كانت الصفحه ديالي فيها 33000 متابع، وكانت غاده كانت تكون دابا ما حبساتش سنه، حيت سنه دابا المشكل كامل سنه، 12 شهر 12 شهر هو عندي هذا المشكل، وانا حابس في الفيسبوك، وبقى العدد ديال 33000 متابع في بلاصتو، والفيديوهات ما بقاوش كيطلعوا الناس، ما بقاوش كيتقشرحوا، يعني الصفحه ما بقاش التوصيه مضروبه، يعني الصفحه التوصيه تضربات، وكانت الصفحه عندي بحال هكا بالاحمر، كانت عندي بالاحمر، يعني ريسك، يعني اخر انذار، غدير شي مشكل اخر غادي تمشي لك الصفحه من الوجود، وما غاديش تبقى تنشر فيها. داكشي علاش خدمت عقلي وريحت وركزت، حاولت ما نديرش الاخطاء اللي كنت كندير شحال هادي، حيت انا قبل ما كنتش عارف، ما دخلتش قريت السياسات ديال فيسبوك. ونصيحه لاي واحد باغي يبدا في صناعه المحتوى، يقرا السياسات ديال فيسبوك، كيفاش كيتماشى، والخوارزميات ديال فيسبوك، وفهم بزاف ديال الامور، عادي يبدا يروح الفيديوهات ديالو في الفيسبوك، باش ما يطيحش في هذا المشكل اللي طحت فيه انا. ومشكل راه كبير، غيعصبك وغيمرضك الا ما كانش عندك الصبر، قسما بالله تتحبس هذا الشيء كامل. الا ما كانش عندك الصبر كنقسم لك فمي بالله حتى تحبس. انا راه حبست في الفيسبوك مده سنه، بقيت كنلوح مره مره، ولكن اي فيديو لحتو ما كيطلع حتى شي واحد، يعني التوصيه مضروبه، الصفحه غير موصى بها، فهمتي؟ كانت بالاحمر وكانوا فيها جوج انتهاكات، يعني والتوصيه كانت مضروبه، يعني اي فيديو لحتو ما غيوصلش للناس، فهمتي؟ يعني باش نكون معكم واضح الدراري، بالنسبه لهذا المشكل، الى عندك الصفحه ديالك فيها مشكل، كانت سوا كانت بالاحمر بالصفر او بالاحمر، راه جميع انتهاكات ديال الفيسبوك، المده ديال الحل ديال جميع انتهاكات ديال الفيسبوك من عند الفيسبوك او من عند فريق دعم الفيسبوك، مده سنه، كدوز سنه كامله بالحساب، بالنهارات بالحساب، الروبو كيحسب لك بالنهارات، يعني حتى كدوز سنه كامله عاد كيتحيدوا المشاكل ديالك كامله من الصفحه، وكترجع بالخضر بحال اللي رجعت لي انا دابا بالخضر، حيت كانت بالاحمر بحال هكا، ودابا رجعت بالخضر بحال هكا. والتوصيه كذلك هو مثال، حيدت هذاك البروفيل اللي كنت كنبارطاجي منه، البروفيل ديالي الشخصي اللي كنت كنبارطاجي منه، درت واحد الفيسبوك اخر هو اللي ربطته مع الصفحه، ودرتو ادمين ومشرف على الصفحه ديالي. ومورا ما تحلي من ما رجعت بالخضر، رجعت توصيه بحال هكا، كانت هكا ورجعت هكا، حيت هي اصلا في الاول ما هي اللي وقع لي المشكل كانت مضروبه، كانت عليها شرطه من الوسط، حيت الادمين الاول ولات بحال هكا، ولكن واخا هكا ماشي ما كايناش ديك التوصيه الكبيره، وها هي التوصيه الحقيقيه بحال هكا. ملي كتكون عندك الصفحه بحال هكا، عاد كتكون عندك، ما كيكون عندك حتى شي مشكل في الفيسبوك ديالك، وعاد كيوصح عاد المحتوى ديالك يصبح يوصى به، وعاد الفيديوهات ديالك كيتقشرحوا الناس. بالنسبه للمشكل اللي طحت فيه انا وما بغيتكمش تطيحوا فيه، انا غادي نحكي لكم الاسباب ديال جميع المشاكل ديال فيسبوك. كيف ما قلت لكم، تقراو سياسات فيسبوك كامله، ملي غتقراو السياسات ديال فيسبوك غتعرفوا شنو ديروا، وغتعرفوا كيفاش تصرفوا مع الفيديوهات ديالكم. اول حاجه واول انتهاك كان عندي بسبب الموسيقى، كنت اي فيديو كنديرو، كنهز فيديو كنمشي لليوتيوب، كندير موسيقى حزينه او موسيقى حماسيه بدون حقوق الطبع والنشر، بدون حقوق الطبع والنشر، كنمشي نهزها من الفيس من اليوتيوب، وهذاك الشيء هذا غلط كبير. كاين الموسيقى الخاصه بالفيسبوك، كاين الموسيقى الخاصه باليوتيوب، الا كنتي باغي تخدم بالموسيقى. اما مشيت هز شي حاجه من اليوتيوب، راه كتادي بالصفحه ديالك الخطر، وكتادي بالقناه ديالك الريسك. يعني باش تفادى هذا الشيء كامل، احسن تلوح فيديوهات ديالك بدون موسيقى، ولا كنتي مضطر تلوح فيديو بالموسيقى، هزو من المكتبه الصوتيه لا ديال الفيسبوك
لا ديال اليوتيوب. كيف ما قلت لكم انا كنت كنلوح فيديوهات ما كنتش عارف، كنت كندير الموسيقى من اليوتيوب ونديرها مع الفيديوهات ديالي وكل لوحه. بسببها وقع لي انتهاك الاول ولات عندي الصفحه بالصفر، هذا هو الانتهاك ديالي الاول، ونقص لي التفاعل شويه. قلت هاني وما بقيت كنلوح في الفيديوهات كنلوح في الفيديوهات كنلوح في الفيديوهات، رجع التفاعل مزيان عادي ولكن بقات بالحمر بقات بالصفر. واحد النهار في واحد لا فيديو كنت كندوي على تركيا وجبت خوتنا، راكم فاهمين خوتنا شكون هما، خوتنا جبتهم في واحد الفيديو انك الا كنتي في تركيا طيح باسم هاد الدوله اللي فيها فين كاينين خوتنا كيف ما كتعرفوا، طيح بسميت هاد الدوله فين كاينين خوتنا. وانا مني جبتها بالجهد شدني الروبو ديال الفيسبوك وتضربت لي الصفحه. بسببها التوصيه ولات مضروبه بحال هكا بشرطه من الوسط، وبسببها ولات بالحمر. ومن تما وانا ما كنلوحش في الفيسبوك مده سنه كامله، انا ما كنلوحش في الفيسبوك، كنلوح مره مره، واي فيديو لحته ما كيطلع حتى شي واحد. بقيت كنصيفط كنراسل فيهم وكندوي معاهم وكندوي مع فريق الدعم فيسبوك، كل مره كنصيفط لهم ميساج كنصيفط لهم سكرين كندخل ندوي نصيفط ندير ما خليتش ما درتش. ملي دخلت واحد الفيديو في اليوتيوب ما عرفتش شكون اللي كان ليحو، تفرجت فيه لقيت بان انتهاكات ديال الفيسبوك كدوز عليهم سنه كامله عاد كيتحيدوا. يعني اي انتهاك سواء كانت بالاحمر او بالصفر قدو السنه غترجع كيف ما كانت بالخضر. يعني هادشي اللي خلاني نصبر وبقيت صابر وبقيت مركز على اي حاجه كنلوحها باش ما تمشيش هي الصفحه ديالي، اي حاجه كنلوحها عندها علاقه بيا المحتوى ديالي بدون موسيقى، ومركز على لساني شنو كيخرج، يعني عارف اش كندير. وبقيت كنلوح في الفيديوهات واخا ما كيطلعوش الناس، كنلوح في الفيديوهات واخا ما كيطلعوش الناس، كنلوح واخا ما كيطلعوش الناس، مره فيديو مره في 7 ايام مره في 15 يوم، ماشي بديك الكثافه اللي كنت كنلوح بها من قبل. تداز السنه كامله بالحساب ورجعت دخلت الفيسبوك، دخلت الفيسبوك نشوف المشكل، لقيتها بانها رجعت بالخضر ورجعت للتوصيه. كدير واحد الادمين حيدته ويترجع لي التوصيه بحال هكا بان المحتوى ديالي اصبح يوصى به، يعني ما عندي حتى شي مشكل دابا في الصفحه، الصفحه خاليه من انتهاكات. ومنها اكتسبت التجربه باش نتعامل مع الفيديوهات ديالي وما نطيحش في الاخطاء اللي طحت فيهم قبل. ومن هذا الفيديو درتو على قبل الناس اللي كدير فيديوهات في الفيسبوك ولا في اليوتيوب ولا في انستغرام، وهذا الفيديو درتو بالنسبه للناس اللي واقع عليهم المشكل بحالي على الصفحه ديالهم والصفحات ديالهم على الفيسبوك. يعني الحل راه كدوز عليه سنه، ولكن بشرط الا صبرتي سنه كامله بدون حتى شي انتهاك، بدون حتى شي انتهاك راه الصفحه ديالك غتولي بخير وغترجع بالخضر كيف ما كانت المره الاولى. يعني يكفي تكون صبر صبر وتبقى دير في الفيديوهات ديالك اصليين، يعني فيديوهات ديالك انت اصليين، ما تهزهمش من شي بلاصه، ما تقولش شي حاجه ما خصكش تقولها، تعرف شنو دير، موسيقى بعد منها وخدم على الفيديوهات ديالك ولوح، ومورا سنه غترجع الصفحه ديالك كيف ما كانت وعاود تشتغل عليها باش يرجع لك التفاعل كيف ما كان وغادي تمشي بخير. هادشي اللي كاين الخوت، بغيت نبارطاجي معكم هاد المعلومه بالنسبه للناس اللي متبعيني والناس اللي كيعرفوني، وبالنسبه للناس اللي غيجيو جداد وعندهم نفس المشكل يعرفوا الحل ديال هاد المشكل، حيت انا وقع عليا نفس الظلام وتحل لي المشكل. تحياتي لكم خوتي الحباب، تلاقاو في شي فيديو جديد، لايكات كومونتيرات، تحياتي.